قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن واستمع الأذن متى يؤمر بالنفخ؟ قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، فينفخ فيه نفختين، نفخة صعق وإماتة ونفخة البعث. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الأولى للأحياء آنذاك، والنفخة الثانية لبعث جميع المخلوقات يبعثون من قبورهم، ومن مات حرقا، ومن مات غرقا، ومن مات في بطون السباع إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر سبحانه عز وجل. فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى يقبض الله تبارك وتعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه الكريمة، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ويقول سبحانه: لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. وهذا كله مما ورد عن الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يرسل سبحانه وتعالى المطر فتنبت أجساد الناس، ثم يكون بين النفختين أمد الله أعلم بمدته، ثم ينفخ في الصور النفخة الثانية فإذا بالناس يبعثون من قبورهم. قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصقى ليتا، يعني صفحة العنق، ورفع ليتا، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله أي يطينه، فيصعق الناس. ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل، فتنبت منه أجساد الناس، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهنا يبعث الناس فتنشق عنهم قبورهم، وأول من ينشق عنه القبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فإذا بعث الله سبحانه وتعالى الخلائق حشروا في أرض المحشر لمجازاتهم ومحاسبتهم. قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فيحشر الناس حفاة عراة غرلا ليس معهم شيء، قد خلفوا كل شيء وراءهم وقدموا على خالقهم، فيحشرون على أرض بيضاء خالصة البياض كالفضة، كقطعة الخبز المبسوطة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق: واسوا أتاه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، فهم في حال عصيبة وضنك شديد، قد صرفهم عن كل ما حولهم إلا عما يصيرون إليه. وفي الحشر يعاني الناس الضيق الشديد، وتدنى الشمس من الخلائق فتكون على مقدار ميل من رؤوسهم، إما ميل الأرض المسافة أو ميل المكحلة، ويعرق الناس على قدر ذنوبهم، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. يقول صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على مقدار أعمالهم من العرق، منهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه،
فإذا كان الناس يعانون حرارة الشمس وهي تبعد عنهم آلاف الكيلومترات، فكيف إذا اقتربت حتى تكون كمقدار ميل؟ وقال صلى الله عليه وسلم: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. ومن تأمل هذا عباد الله عرف عظم الهول فيها، وذلك أن النار تحف بأرض الموقف وتدنى الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، فكيف تكون حرارة الأرض؟ وماذا يرويها حتى يبلغ منها 70 ذراعا، مع أن كل واحد لا يجد إلا قدر موضع قدمه؟ فكيف تكون حالة هؤلاء في عرقهم مع تنوعهم فيه؟ إن هذا لما يبهر العقول، ومن علم هذا فعليه أن يبادر إلى التوبة واللجوء إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة. وفي هذا الموقف العصيب من الناس من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إمام عادل حاكم حكم بالعدل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل ذكر الله خاليا ففارت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، دليل على إخلاصه، ومن أنظر معسرا أو وضع عنه. وإذا أصاب الناس الكرب فزعوا ونظروا إلى من يخلصهم ويشفع لهم عند خالقهم لفصل القضاء، فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون: ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ليقضي بيننا ربك، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا دليل على شدة الضنك الذي يعانون منه، فيقول: نفسي نفسي، آدم عليه الصلاة والسلام يقول: نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى نوح فيأتونه فيقول: نفسي نفسي. اذهبوا إلى إبراهيم فيأتونه فيقول: نفسي نفسي. اذهبوا إلى موسى فيأتونه فيقول: نفسي نفسي. اذهبوا إلى عيسى فيأتونه فيقول: نفسي نفسي. اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الأنبياء يقول أحدهم: نفسي نفسي، فكيف بغيرهم؟ فكيف بمرتكب الذنوب؟ فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: أنا لها أنا لها. قال صلى الله عليه وسلم: فأسجد تحت العرش ويلهمني الله من المحامد ما لا أعرفه اليوم، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، بأبي هو وأمي، ما قال فاطمة وما قال خديجة، بل قال أمتي أمتي، فتبا لمن أعرض عن هداه. فيشفع عند الله سبحانه وتعالى، فيجيء الله سبحانه وتعالى مجيئا يليق به لفصل القضاء بين الناس. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ولا يتم فصل القضاء بين الخلائق إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، منة امتن الله سبحانه وتعالى بها عليه، وهي الوسيلة والمقام المحمود التي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله جل وعلا أن يبلغه إياها. ثم يأذن الله سبحانه بالحساب، ويطلع سبحانه عباده على أعمالهم ويقررهم بها، فمن مجازى ومن معفو عنه. قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فمن الناس من يحاسب حسابا شديدا يناقش فيه على أعماله، فهو هالك لا محالة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. ومن الناس من يحاسب حساب عرض فيقرره الله سبحانه بذنوبه ثم يغفر له ويتجاوز عنه. ولما سمعت أمنا عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم
ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قالت: ألم يقل الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عدل.